بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب ونسعد ونشرف بإخواننا الخارجين في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل، فهذا العمل هو عمل الأنبياء، هذه وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني. فهذه الدعوة هي دعوة الرسل ودعوة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الجهد المبارك. أحبتي في الله، روى الإمام أحمد في مسنده عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: عظني وأوجز، عظني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. هذا حديث أحبتي في الله من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، من الوصايا الجامعة غير المانعة، وصايا جامعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة دائما يطلبون النصح من النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تكن لعانا، قال أوصني، قال أمسك عليك لسانك، قال أوصني، قال اتق الله حيثما كنت. فكانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والوعظ والإرشاد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المسلمين. يقول سلمان الفارسي: ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. كما قال سلمان الفارسي، قال: حتى آداب قضاء الحاجة علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، تقريبا فيه 2650 حديث تقريبا. قال: سوف أذكر في هذا الكتاب ما يحتاج إليه المسلم في ليله ويومه. فكل الأحاديث التي تحتاجها أنت أيها المسلم في يومك وليلتك مذكورة في هذا الكتاب. فكانوا حريصين على وصايا النبي، فلذلك المسلم إذا رأى شخص أكبر منه عمرا وخبرة وتجربة يقول: أنصحني، علمني، عندك نصيحة، وهكذا. هذه من سنة الصحابة. فإذا شفت شخص أكبر منك أو أعلم منك أو أكثر علما تقول له: أنصحني، ارشدني. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، قال له: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ما المقصود صلاة مودع؟ يعني هذه الصلاة، أي صلاة طبعا، أي صلاة، إذا أنت تصلي هذه الصلاة فحسن هذه الصلاة وأتقن هذه الصلاة كأنها آخر صلاة لك في حياتك. صلاة مودع، خلاص آخر صلاة لك هذه، فسوف تحسنها. طيب، إذن ليش تحسن الصلاة؟ وأول وصية كانت الصلاة، لأن الصلاة عماد الدين، إذا صلحت صلح سائر عمله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة عمود الدين، فالصلاة أهم شيء. الحين يقولون حق الطالب: ذاكر، مذاكرة مستقبلك، ذاكر. الآن شو نقول لكم؟ نقول لكم اعتني بصلاتك، صلاتك مستقبلك، مستقبلك عند الله عز وجل هي صلاتك، إذا صلحت
صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسدت سائر عمله. وأول ما يحاسب عليه الصلاة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. كيف أصلي صلاة مودع؟ أول شيء أن تتدبر ما تقول في هذه الصلاة: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما تدري ايش تقرأ أنت في الركعة الخامسة ولا الرابعة ولا السادسة، ما تدري. أين التدبر؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب تعود، وإذا مر بآية رحمة طلب الرحمة صلى الله عليه وسلم. إذن يعي ما يقول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحبتي في الله، الذي يساعد على هذه الصلاة قضية الاطمئنان في الركوع. صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الرجل المسيء صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول الله علمني. قال: إذا سجدت فاطمئن ساجدا، وإذا ركعت فاطمئن راكعا. فقالوا: الاطمئنان ركن في كل ركن، السجود ركن والاطمئنان فيه ركن، الركوع ركن والاطمئنان فيه ركن، القيام ركن والاطمئنان فيه ركن، الجلوس بين السجدتين ركن والاطمئنان فيه ركن. فإذا اطمأن الإنسان في صلاته وفي أركانه أتقن هذه الصلاة. ومن الأمور التي تعين على إتقان الصلاة قضية معرفة الأحكام الشرعية: شروط الصلاة، أحكام الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مستحبات الصلاة، مكروهات الصلاة، مبطلات الصلاة. هذه تجعل الصلاة صحيحة. فالإنسان عليه أن يعتني بصلاته، لأنها أهم شيء عنده في هذه الحياة الدنيا. لذلك قال: صلي صلاة مودع. أي صلاة بتصليها؟ نصح هذا الرجل، قال: صلي صلاة مودع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ولا تكلم أي ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. غدا قيل يوم القيامة، تعتذر منه غدا عند الله. تغلط على الناس يوم القيامة الله بيحاسبك. وقيل غدا أي في الحياة الدنيا، كلامك يوصل حق فلان، ليش يا فلان قلت هالكلام؟ والله أنا آسف. ليش؟ لماذا تعتذر؟ يقول لك صلى الله عليه وسلم: لا تتكلم بكلام تحتاج أن تعتذر منه غدا. بعض الناس يظن أن صلى الله عليه وسلم يقول لا تعتذر. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول لا تعتذر. لا، إذا أسأت وما اعتذرت هذه إساءة فوق الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اعتذر إذا أسأت، ولكن يقول لك لماذا تسيء في كلامك؟ انتبه لكلامك. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. يعني يقولون أن الحكيم يجعل عقله خلف لسانه خلف عقله، يفكر ثم يقول. أما السفيه يجعل عقله خلف لسانه، يتكلم وبعدين يقول آسف يا جماعة ترى أنا غلطان، أنا آسف. ليش؟ لأنه لا يفكر فيما سوف يقول. لذلك صلى الله عليه وسلم: لا تتكلم بكلام تعتذر، اصبر اسكت. لأن الكلمة إذا خرجت ملكتك، وإذا أنت لم تخرج ملكتها أنت، وأنت محاسب. بعض الناس يظن ولا أنت محاسب يا عبد الله على كل كلام، على كل كلمة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الطبري: لو قلت ذهبت اشتريت كتبت تكتب، إذا لك لك وإذا عليك عليك وكل شيء يكتب. فاللسان عليه أن يحافظ على هذا اللسان. والكلمة قد تزل بالعبد في نار جهنم 70 خريفا. يتكلم العبد بكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. إذن هذا الكلام أنت محاسب عليه. لذلك معاذ عندما استغرب: يا رسول الله، أو ما أخذوا نحن يا رسول الله بما نقول؟ قال: ثكلتكم قيامة، وهل يكب الناس على وجههم إلا حصائد ألسنتهم؟ شو ودي الناس جهنم؟ شو وديهم؟ الخمر؟ لا. الربا الزنا؟ لا. شو وديهم؟ هل لسانها؟ لذلك قال: أمسك عليك هذا
فاللسان إمساك اللسان والكلام هذا مهم جدا. قال الإمام النووي في رياض الصالحين قال: ويجب على المكلف أن لا يتكلم إلا بكلام قد ظهرت فيه المصلحة. لا تتكلم في كلام إلا هذا الكلام فيه مصلحة. قال: وإذا استوى، وإذا استوت المصلحة واستوى الكلام مع عدمه، يعني كان الكلام مباح، قال: فإذا استوى الكلام والسكوت فعدم الكلام أولى. ليش؟ قال: لأنه، أي هذا الكلام المباح، قد يجر إلى غيبة وحرام ونميمة. وقال: وفي العادة هذا كثير، تبدأ بكلام ما في شيء، كم سعر الطماطم اليوم؟ والله 5 ريال، ثم تغتاب فلان، فيقول لك لا تتكلم حتى بكلام مباح لأنه قد يجر إلى حرام. قال: فتركه أولى. ثم قال: والسلامة لا يعدلها شيء. السلامة لا يعدلها شيء، فإنك تسلم من هذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الأصل في الإنسان أنه يصمت إلا إذا عنده كلام طيب يتكلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الوصية الثالثة صلى الله عليه وسلم قال: واجمع الإياسة مما في أيدي الناس. الجمع، قال اجمع، أي اعزم وتوكل وقرر، هذا مقصود اجمع، اجمع قلبك واعتصم. قال اجمع الإياس، وفي رواية قال اجمع اليأس. الإياس هو اليأس، أي الذي ييأس من شيء. هل يطلبه؟ أنا إذا أيست من شيء ممكن أطلبه؟ لا، لأني يائس منه. فلذلك قال الإياس مما في أيدي الناس، لكي لا تطلب ما في أيدي الناس، لا تطلب مما في أيدي الناس. وهذا أحبتي في الله فيه دليل أو وصية كبيرة على التوحيد، يكون قلبك معلق بالله غير معلق مما في أيدي الناس. قال: واجمع اليأس مما في أيدي الناس، توكل على الله سبحانه وتعالى. عندك حاجة اطلب من قاضي الحاجات، عندك سؤال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت تترك الله سبحانه وتعالى الرازق الخالق المحيي المميت وتطلب هؤلاء الفقراء. قال لا، قال له: واجمع اليأس أو الإياسة مما في أيدي الناس، اترك اللي في أيدي الناس. وهذا يدل على العفة، المسلم عفيف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: وأهل الجنة، ثم ذكر منهم: وعفيف متعفف ذو عيال. ذو عيال، عند عيال وايد والدخل شوي ما يكفي الراتب، لكنه عفيف متعفف، هذا من أهل الجنة. فهذا أحبتي في الله نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا. وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.